بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، مقبرة المدينة، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم صلى الله عليه وسلم في آخر الليل يدعو لأهل المقابر صلى الله عليه وسلم، لأهل بقيع الغرقد صلى الله عليه وسلم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير ابن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى. حاء أراد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر: وحدثني من سمع حجاج الأعور، واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس ابن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوماً: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب أي رجع إلى البيت، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد لقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه أي أغلق الباب رويدا يعني على مهل، فجعلت درعي في رأسي، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فجعلت درعي في رأسي واختمرت بالخمار وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع مقبرة المدينة، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات أن يدعو الله، ثم انحرف أي مال، فانحرفت فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت أي مشى بسرعة، فسبقته
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فسبقته فدخلت، أي البيت، فليس إلا أن اضطجعت. فدخل فقال: ما لك يا عائش، ما لك يا عائش، حشي يا رابية. قال النووي رحمه الله: حشيا بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة، مقصور معناه وقد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه، يعني نفسها متصاعد من شدة الجري والسرعة. رابية أي منتفقة البطن من شدة الجري. ما لك يا عائش، حشيا رابية. قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، أي الله جل وعلا. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأنت وأمي. فأخبرته أني جئت معك. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: لهده، ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها، لهده ولهده، أي دفعه. ويقال لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أن يظلمك، يعني أني ذهبت إلى غيرك، هل ظننت ذلك؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الإنسان الله يعلم. نعم، أي ظننت أنك ذهبت إلى غيري وقد وضعت. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني تخافي إذا كنت وحدك. فقال جبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. الله أكبر. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان، واغفر لنا، وحسن خواتيمنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم، وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. فهكذا يقال عند زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية من عذاب القبر ومن كل سوء. والأموات في حاجة إلى من يدعو لهم، لا
ما يفعله أهل الضلال، يدعون الميت يطلبون منه، هذا شرك، دعاء غير الله شرك، لكن الميت هو محتاج إلى من يدعو له ويترحم ويطلب له الرحمة من الله عز وجل. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد، واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. الله أكبر. أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت قبل البعثة ولم تدرك الإسلام، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له لأنها ماتت على الشرك، واستأذنه استأذن الله أن يزور قبرها فأذن له. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لا ينفع عند الله حسب ولا نسب، لا ينفع عند الله إلا التوحيد والإيمان والعمل الصالح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. الله أكبر. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. زيارة القبور تذكر الموت وتزهد في الدنيا، ويتعظ بها الإنسان: كفى بالموت واعظا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واهدنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى، واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار ابن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن زيارة القبور، ثم أذن للرجال في زيارة القبور، أما النساء فممنوعات. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. في عام من الأعوام قدم أناس إلى المدينة في وقت الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا أكثر من 3 أيام حتى يصل إلى أولئك الذين قدموا، ثم أذن لهم في ادخار لحوم الأضاحي بدون حصر. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. نسخ ذلك وأذن في ادخار لحوم الأضاحي. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ يعني وضع التمر والماء في الدباء يعني في الوعاء الذي هو الدباء القرع، يؤخذ لبه ويكون كالقدح، فنهاهم أن ينبذوا في ذلك، ونهاهم أن ينبذوا في الحنتم الذي يصنع من الطين، ونهاهم أن ينبذوا في الإناء المطلي بالقطران
أو بالقار، لأن النبيذ لو تأخر في هذه الأواني لا يعرف. فلما عرفوا الخمر واجتنبوا الخمر أذن لهم في النبيذ في جميع الأواني، لأنهم عرفوا الخمر واجتنبوه. وفي هذا الحديث بيان أنه نهى عن زيارة القبور للرجال ثم أذن، نسخ ذلك المنع، ونهى عن لحوم الأضاحي أن تدخر فوق ثلاث ثم أذن في الادخار، ونهاهم عن النبيذ في الدباء والحنتم ثم أذن لهم فيها وأن يجتنبوا المسكر. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن ذهار عن ابن بريدة أراه عن أبيه، والشك من أبي خيثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بمعنى حديث أبي سنان. حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال النووي رحمه الله: المشاقص سهام عراض، واحدها مشقص. رجل قتل نفسه والعياذ بالله فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليعتبر الناس ويحذروا، ولكن يصلي عليه بقية المسلمين لأنه مسلم عاصي، ولكن النبي لم يصلي عليه لينزجر الناس عن هذا العمل. قال النووي رحمه الله قال: وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة رضي الله عنهم لأنه مسلم عاصي، لكن الرسول ما صلى لينزجر الناس عن مثل هذا العمل. لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، بل يجب على المسلم أن يصبر ويحتسب. نسأل الله السلامة. كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدق. الحبوب والثمار إذا بلغت خمس أوسق وجبت الزكاة، والوسق ستون صاعا، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع. إذا رزقك الله في مزرعتك ثلاثمائة صاع وجب عليك أن تؤدي الزكاة. ثم إذا كانت مزرعتك تسقى بالأمطار والأنهار فتخرج العشر، ثلاثمائة صاع تخرج ثلاثين صاع زكاة عند الحصاد. وإذا كانت المزرعة تسقى
بالسواني الإبل تسحب الماء ومشقة والمكائن، فنصف العشر 300 صاع تخرج 15 صاعا، هذا نصاب الحبوب والثمار 300 صاع. وإذا كان دون ذلك فلا زكاة إلا أن يتطوع، ولا فيما دون 5 ذود صدق. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الذود من 3 إلى 10. ولا فيما دون 5 ذود صدق. إذا كان عندك أقل من 5 إبل ليس عليك زكاة، وإذا كان عندك 5 من الإبل فعليك شاة، هذا الزكاة. نصاب الإبل 5، إذا عندك 5 من الإبل ترعى في أرض الله فعليك شاة واحدة. أما إذا كان أقل من 5 فلا زكاة إلا أن تتطوع، هذا نصاب الإبل. ولا فيما دون 5 أواق صدقة. الوقية 40 درهما، 5 أواق 200 درهم. إذا كان عندك من الفضة 200 درهم وحال الحول عليك الزكاة، والزكاة ربع العشر، في 100 2.5، هذا نصاب الفضة 200 درهم. فإذا كان عندك 200 درهم فضة أو ما يعادلها وحال عليه الحول عليك الزكاة، وزكاتها ربع العشر، في 100 2.5. ففي هذا الحديث بيان نصاب الإبل 5، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، ونصاب الفضة 5 أواق. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث حاء، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ب5 أصابع، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة، يعني 5 أوسق من الحبوب الثمار نصاب الحبوب، و5 ذود نصاب الإبل، و5 أواق نصاب الفضة. وحدثني أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. إذا كان أقل من 5 أوسق ليس فيه زكاة إلا أن يتطوع، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدق، إذا كان أقل من 5 ليس زكاة إلا أن يتطوع، وليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدق. إذا كان أقل من 5 أواق ليس في زكاة، وإذا إلا أن يتطوع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدق. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق 300 صاع،
إذا بلغ 300 صاع فعليك الزكاة، إذا كان أقل من ذلك لا زكاة إلا أن تتطوع. وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 زود صدقة، يعني من الإبل، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، أي من الفضة. وحدثني عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال: بدل التمر ثمر. وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق الفضة صدقة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. إذا كانت المزرعة تسقى بالأمطار والأنهار فزكاتها العشر، 300 صاع تخرج 30 صاع، وإذا كانت المزرعة تسقى بالسواني والمكائن والمشقة فنصف العشر، 300 صاع تخرج 15 صاعا. الثانية البعير الذي يسحب الماء من البئر، إذا كانت المزرعة تسقى بالسواني فنصف العشر، 300 صاع تخرج 15 صاعا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. إذا كان عندك عبد للخدمة لا يجب عليك زكاة، وكذلك الفرس، عندك فرس للركوب وللجهاد في سبيل الله فليس عليك زكاة. أما العبد عليك زكاة الفطر فقط، أما زكاة المال ليس عليك زكاة عن العبد المملوك الذي للخدمة، إلا إذا كان عندك عبيد للتجارة وتثمنهم وتخرج زكاته. أما إذا كان للخدمة فالعبد المملوك ليس عليك الزكاة إلا زكاة الفطر في رمضان. والفرس إذا كان للتجارة تثمنه وتزكيه، أما إذا كان للعمل وللركوب وللجهاد فليس عليك الزكاة. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال زهير: يبلغ به، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة، إلا زكاة الفطر عن العبد في رمضان، والفرس إذا كان للركوب والعمل فليس عليك زكاة، إلا إذا كان للتجارة فتثمنه وتزكيه. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. إذا كان عندك عبد مملوك ليس عليك زكاة إلا زكاة الفطر في رمضان. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، يعني يقبض الزكاة من أهل الأموال، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، أي ما ينكر ابن جميل، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ومنع الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. خالد أوقف أدوات الجهاد، أوقفها، فالوقف صدقة ليس عليه زكاة، والأدراع ما يلبس في الجهاد من الحديد، والأعتاد هي الخيل والعدة الجهاد في سب، أوقفها فليس عليه زكاة. وأما العباس رضي الله عنه فهي علي ومثلها معها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة عامين مقدما، فهو قد دفع الزكاة مقدم. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة عامين مقدم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالصحة والعافية والمعونة والقبول والتوفيق يا رب العالمين. زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. وينبغي أن تخرج الزكاة عن الجنين الذي في بطن أمه استحباباً لا وجوباً، وتخرج الزكاة إذا ظهر هلال شوال، هلال العيد، إذا طلع الهلال عليك إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. حدثنا ابن نمير
حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، لكن الرسول قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. فينبغي إخراج الصاع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي هديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من زبيب. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قانب حدثنا داود عن ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام وهو يشبه الحنطة تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، يعني صاع. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية رضي الله عنه فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك أي صاعا مما ذكر. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط وهو اللبن المجفف والتمر والشعير. حدثني عمرو الناقل حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان
عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حيزمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فزكاة الفطر تدفع قبل صلاة العيد ويجوز قبل يوم أو يومين. وأما القيمة فليس بمشروع، الذي يخرج القيمة هذا ليس بمشروع، تخرج صاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حيزمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي هديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص عن ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ذلك الذهب والفضة يجعل صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، يعني الذي يمنع الزكاة كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، هذا عقوبة من يمنع زكاة الذهب والفضة. وكذلك حلي النساء إذا بلغ النصاب يزكى سنويا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل صاحب الإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها يوم تشرب الماء إلا إذا كان يوم القيامة إذا لم يؤدي زكاة الإبل بطح لها بقاع قرقر، أي بأرض مستوية، أوفر ما كانت أكمل ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا أي صغيرا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، أي لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي أرض مستوية، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها أقصاء ملتوية القرن ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها الخيل رياء وفخرا
ونواء على أهل الإسلام، أي عداوة على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي سهو ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر، يعني يعطي العارية إذا احتاج إنسان. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، الأرض فيها خضار، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، لأنه ربطها في سبيل الله. ولا تقطع طولها أي حبلها فاستنت أي علت شرفا أي مكانا مرتفعا أو شرفين إلا كتب الله له عدد أهارها وأرواثها حسنات، لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله والحمر الذي عنده حمار؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة أي المنفردة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنع الزكاة جرم كبير، نسأل الله السلامة والعافية. وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا أي صغيرا، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره أي الذي يكنز الذهب والفضة، تجعل له صفائح ويحمى على جهنم على نار جهنم، ثم يكوى بها جنباه وجبهته وظهره، عياذا بالله من عذاب الله. وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز من ذهب أو فضة أو ما في معناه لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه أي تمشي تمر عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء أي ملتوية القرن ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها. وقال سهيل أنا أشك والخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله للجهاد ويعدها له،
فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج أرض فيها زرع ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت أي علت شرفا مكانا عاليا أو شرفين كتب له بكل خطوة فتخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني إذا احتاج إنسان عالية يعير. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، يعني متكبر، فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، وقال: بدا العقصاء عضباء، وقال: فيكوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر جبينه. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الأشر بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاج، وأما البطر فالطغيان عند الحق، وأما البذخ وهو بمعنى الأشر والبطر أي تكبر والعياذ بالله. ما لابن آدم والكبر، وأوله نطفة مذرة مني، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذر، بطن ملآن نجاسة، كيف يتكبر؟ نعوذ بالله من الكبر. وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله، وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جري، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه، أي تعلو عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء أي بدون قرن، ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل في حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، الذهب والفضة يأتي في صورة حية يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خباته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه، أي أدخل يده في فم الحية فيقضمها قضم الفحل مثل فحل الإبل. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها،
ومنيحتها أي أعطاؤها لمن يشرب لبنها، وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها أي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر أي أرض مستوية، تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء أي بدون قرن ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، إذا احتاج أحد الفحل يعطيه يعيره، وإعارة دلوها ومنيحتها أي إعطاؤها لمن يشرب لبنها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع حيا يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل أي البعير. ومنع الزكاة جريمة وعقابه شديد، فعلى المسلم أن يتقي الله ويخرج زكاة ماله. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن أبي إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين أي العمال الذين يقبضون الزكاة يأتوننا ويظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، الذي جاء يقبض الزكاة أرضوه. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. ويجب على ذلك العامل أن يأخذ الشيء الذي أوجب الله، لا يأخذ شيئا زائدا على ما أوجب الله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق، أخبرنا أبو أسامة، كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل لهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت أي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة المشرفة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أي لم أستقر أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ يعني الأخسرون. قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا أي أنفقه في مرضات الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم أي قليل من الذين ينفقون أموالهم في مرضات الله. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت أي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس
في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع، غير أنه قال: والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها، يعني إلا يعذب يوم القيامة بما تقدم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار.